اكتشفت السلطات العراقية المختصة بالآثار في الموصل على ثور مجنح في النفق الذي حفره مسلحو داعش تحت مرقد النبي يونس في الجانب الأيسر من المدينة يعود للعصر الآشوري الحديث. وحصلت أخبار الآن على لقطات حصرية للثور المجنح الجديد الذي كان داعش حاول نقله للاستفادة من المتاجرة فيه بهدف الحصول على تمويل لعملياته الإرهابية في العراق ومعاقله الأخرى التي تحررت في كل من سوريا وليبيا. احنا كدائرة آثار غلقنا هذه الأنفاق بشكل عاجل لحين أن يتم تشكيل لجنة مختصة وفريق مختص لغرض المسح وتوثيق كل هذه الآثار. بالتأكيد الآثار المكتشفة وجميع الآثار اللي تم استظهارها من خلال هذه الأنفاق هي آثار مهمة جدا تعود إلى قصر آشوري، قصر أسر حدون الفترة الآشورية الحديثة، وهو مهم جدا جدا. كانت دائرة الآثار والهيئة العامة للآثار على معرفة به، ولكن كان يصعب استكشافه بسبب وجود بناء جامع مما يسبب إشكالات لو تم عمل هذه الأنفاق وحفرها. نعم أستاذ، يعني إلى أي عام يعود تاريخ هذا الثور والآثار أو المنحوتات التي موجودة بهذا المكان؟ بشكل عام القصر والفترة اللي شغلتها هي مثل ما ذكرت لك تعود إلى فترة العصر الآشوري الحديث، وبالتحديد هو قصر أسر حدون كما ذكرت لك، ومهم جدا جدا باعتباره يعني قصر كان للفترة الأخيرة من فترة الحكم الإمبراطورية الآشورية، وكان يقابله كذلك القصر الآخر في تل قوينجق اللي هو قصر الملك سنحاريب كذلك بنفس الأهمية، لكن ذاك القصر تم التنقيب عنه واستكشافه خلال سنوات ماضية.